اقرأ المخطط الزمني وتعرف مراحل تطور التكنولوجيا عبر الزمان من 3000 قبل الميلاد إلى 1450 ميلادية، عصر ما قبل الثورة الميكانيكية. في خلال هذا العصر بدأت الشعوب بالتواصل بعضها مع بعض من خلال الصور والرسوم كما في الكتابات الهيروغليفية، ثم بواسطة الأحرف والأرقام في مرحلة لاحقة سجلت الشعوب من خلال تلك الكتابات الكثير من المعلومات حول الاتفاقات المبرمة. تشكل هذه المستندات عنصرا أساسيا لفهم التاريخ. إن الكثير من هذه المستندات متوفرة على شبكة الإنترنت، وتجدون بعضها على موقع بنك المعرفة المصري. من عام 1450 إلى 1840، عصر الثورة الميكانيكية، تمكنت الشعوب في خلال هذه الفترة من تسجيل كم وافر جدا من المعلومات، وقد شكل ذلك دافعا لإيجاد وسائل مبتكرة لتسجيل المزيد من المعلومات ومشاركتها. وهنا بدأت الثورة التكنولوجية، وشهدت تلك الفترة نشأة التكنولوجيا.